مساء الخير يما. هلا يما. هلا هلا حبيبي. مساء النور. تعال اجلس يلا علشان تتسحر. يكفي ان اليوم ما في احد فينا افطر. ومن له نفسي اكل اصلا؟ والله مالي نفس اذوق ولا شيء. ما راح نموت نفسنا من الجوع علشانهم. ولعلمك ما حد راح يطلعنا من هنا الا على جثتي، وهم اصلا ما راح يلقون شيء. يا يما يا حبيبتي، ما تحسي انك انت وزيد متاكدين وبزياده بعد؟ متاكدين ان في ألف حل غير اننا نستسلم ونعترف لهم ببيع الفيلا اللي عبد المحسن اصلا سارقها من ابوك سرقه. يا يما انا اتكلم عن قناعاتك اللي فجاه تغيرت. قبل كنت خايف ومرتبكه تخافين ان ابوي يتكلم ويفضحنا ويسوينا مصيبه حتى، والحين لا، مرتاحه ومطمنه. اسالك بالله، زيد ما قالك اطمني ما عليك وحط يدك مويه بارده؟ اسالك بالله. لا لا لا، زيد ما له شغل. انا فكرت في الموضوع ولقيت ان الخوف ما راح يوصلنا النتيجه، والحل اننا ما نقول لهم شيء ولا نعترف لهم باي شيء. خليهم يضربوا راسهم بالجدار. حتدرين وش الغريب؟ الغريب ان زيد شبه متاكد ان العقد مع واحد ثاني، والاغرب من كذا انه مو بخايف من هذا الشخص الغريب اللي احنا ما نعرف عنه ولا شيء ولا نعرف وين ارضه. وش تقصد؟ اقصد انك متاكد انه عقد الفيلا مو مع زيد؟ انا مو بمرتاح لعزيمه منصور، خصوصا ان عازمنا لحالنا من غير ابوك. لا تكبرين السالفه، عيال عمنا وحابين يعزمونا عادي. طلعت شباب ما نبي فيها رسميات. الحين ابوك صار رسميات؟ ولا عازمنا برا. ليه برا؟ لانهم عارفين انه لو عزمونا عندهم ما بنروح. انت وش سالفتك؟ عمرك ما تحمستي لطلعه لو مع صديقاتك تقنعيني كل هالحماس عشان تشوفين عيال عمك؟ يكفيني اتعرف على واحد منهم بس. بعدين اسمعيني يا ذكية، جاتك فرصة ذهبية لين عندك عشان تشوفين الدكتور بدر بعيداً عن ريحة المعقمات. ومين قال لك اني مهتم اني اشوفه؟ شفتني اصيح بالزاوية عشان اقعد معه؟ انا سالفة منصور كلها مو عاجبتني مهما حاولتي تقنعيني. هذه انتي دائماً تحبين النكد والقلق. قطعي قطعي. طيب ويعني؟ يعني الطبيعي والعادي حقك أنك تطلع كذاب وتكذب علي، وهذا هو الدليل القاطع بين يدينك يا حضرة المحامي. هذا مو بدليل. أنت ما تمل. إذا يا إبراهيم أنت ما تمل، أنا مليت وقرفت.